انا اجلت سفري مرتين عشان ما بعدش عني. يا ريتك ما اجلت، كان زمانك سافرت ورجعت. امال هتسافر بكره؟ هسافر بحبك وارجع لحبك بعد ايام. الايام بالنسبه لك ايه استمر اوام، لانك هتغير الناس والمكان. هحس بالوحشه اكتر، لكن مش هتحس بالحزن. كل شيء في غيابك هيبقى باهت وصامت وحزين. يبقى مش هسافر. لا يا ممدوح، انت لازم تسافر. يمكن لما تبقى لوحدك تقدر تفكر بحريه اكتر، يمكن تلاقي حل، يمكن تراجع نفسك. انت بتقولي ايه يا امال؟ انا ياما فكرت، انت فكرتي وانا فكرت، ياما حاولت اهرب من حبك، ياما حاولت تبعدي عني، لكن لا انا قدرت ولا انت قدرتي. لا قادرين نهرب من بعض ولا قادرين نهرب من الناس. عارف ان الظروف صعبة وقاسية في منتهى القسوة. طب اعمل ايه؟ احبك يا ممدوح. بابي الله، انت لسه صاحيه يا حبيبتي؟ مش عارفه انام. ليه يا سوسن؟ مستنياك اما ترجع. وليه تعذبي نفسك وتستنيني كل ليله وانا دايما بتاخر؟ وليه دايما بتتاخر؟ ساعات ببقى في الشغل. في الشغل؟ وساعات ببقى سهران مع اصحابي. وانا ما بتسهرش معايا ليه؟ عشان المفروض دلوقتي انت تكوني نمتي من ساعتين تلاتة. يلا سوسن حبيبتي، هاتي بوسه لبابا وطلعي نام. انام من غير ما اتعشى؟ الله، انت ما تعشيتيش لحد دلوقتي؟ انت اتعشيت؟ ما ترديش على سؤالي بسؤال، ليه ما اتعشيتيش لحد دلوقتي؟ ما كنتش جعانه. ودلوقتي حسيتي بالجوع؟ شوية. طب تعالي. أنا هعمل لك سندوتش فراخ يفتح النفس. أنت هتتعشى معايا؟ لا أنا اتعشيت. أنا مش عايزة فراخ. طيب إيه رأيك أعمل لك سندوتش تونة؟ تونه؟ ايوه تونه. انت اتعشيت ايه؟ مش فاكر. وممكن تبطلي اسئله بقى وتقولي لي عايزه تتعشي ايه؟ الثلاجه اهي، اختاري انت بقى اي حاجه تعجبك. اي حاجه؟ ايوه اي حاجه. اي حاجه اي حاجه؟ ايوه اي حاجه اي حاجه. اتعشى بيض. اشمعنى بيض يعني؟ على كل حال امر الله. تحبي سعادتك يكون مسلوق؟ لا. مش معقول اللي بتعمليه ده يا سوسن. عايزاني اقلي بيت 19 بالليل؟ ماليش دعوه، انا عايزه ماما. عاوز شاي تاني يا ممدوح؟ مفيش مانع يا عمتي، لسه في وقت. اوعى تتأخر يا ممدوح، تخلص شغلك وترجع على طول. انا ممكن ارجع تاني يوم بس اطمن المكنة شحن. انت بتقول كده وانت لسه هنا. اسألني انا ياما سافرت بره مع المرحوم جوزي
وكان برضو لنفس السبب ان احنا نجيب مكان للمصنع، نفس المصنع، وكنا بنقول نفس كلامك، اول ما نشحن المكان هنرجع على طول. لكن اللي كان بيحصل ان احنا نقعد اسبوع واثنين وثلاثة. كنت بتلاقي اللي يسليك يا عمتي، اللي ممكن تتفسحي معاه اسبوع واثنين وثلاثة، لكن انا مسافر لوحدي. معاك حق، بس ما تنساش ان انا كنت ببقى مطمنة اني سايبه المصنع في ايدين ابن اخويا. لكن انت لو غبت عن المصنع هتسيبه لمين؟ وسيبني انا وسوسن لمين؟ انا يا ابني كبرت وصحتي في النازل، ضغط وسكر والقلب مش سليم. ما تنساش تجيب لي الدواء معاك. هو انا ما خدتش الروشيتا؟ شفت، اديك كنت هتنسى. الروشيتا هي يا عمتي. وما تنساش تكلمنا في التليفون علشان نطمن عليك. المهم اطمن عليكي واطمن على سوسن عامله ايه. سوسن امبارح كان العند راكبها اكتر من اي يوم، حيرتني معاها مش عارفه كان مالها. انا محتار معاها اكتر منك. اعذرها يا ممدوح، انا امبارح كنت ببذل جهد فظيع عشان اضغط على اعصابي واستحمل اللي بتعمله معايا، شيء مش معقول ابدا، لكن لازم استحمل. لازم يا ممدوح، دي بنتك الوحيدة والذكرى اللي باقية من المرحومة بنتي. اوعى تزعلها، كفاية انها انحرمت من امها قبل ما تكمل 6 سنين. سوس سانسونا. خليكي هنا يا سوس، ما تعيطيش. ماما اهي يا زوزو، ماما بتقولك ما تعيطيش. ماما كانت دايما بتقول عليكي حلوه وهاديه ومش بتعيطي وبتسمعي الكلام. بابا عايز يقول لحبيبته صباح الخير. صباح النور. ايه مش تقولي ايه؟ صباح النور. تعالي يا حبيبتي قربي مني علشان انا راجل عجوز، بشوف تشاش وبسمع تشاش وبمشي بشويش قوي قوي، لكن اقدر اشيل حبيبتي سوسن وابوسها بوسه كبيره قوي من الخد ده وبوسه تانيه من الخد ده وابوس سوسو كمان. عروستك لا تزعل، هتوحشيني قوي 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 يا سوسن. يا صباح الفل يا ممدوح بيه. صباح خير يا استاذ، كويس انك جيت في ميعادك. وانا اتاخر يا سعاده بيه، امال مين اللي هيودي العربيه البيت؟ وحتى لو السواق موجود كان لازم اجي عشان اقول لك بالسلامه. كتر خيرك يا راضي. اسمع، انا سايب المصنع امانه في ايدك. طمن يا بيه، ده مصنعنا كلنا، سافر انت بالسلامه وما تشغلش نفسك. اتفضل يا موجود. ده سافر النهاردة، يعني محتمل يرجع بعد اسبوع او 10 ايام. حاضر، مع السلامة. بالصبح. صباح الخير. خلاص سافر وزمانه قرب يوصل. السلامة. هو مين راح مع المطار؟ من المصنع؟ لا، من البيت. هو قال لك مين هيروح معاه ويوصله؟ هو قال انه هيروح المطار لوحده وهيسيب لك مفتاح العربيه عشان ترجعها البيت. انت رجعت بيها فاضيه؟ هو انت بتشك في كلامه؟ لا مش بشك، بس جايز الظروف تتغير،
يعني هو يضمن منين ولا انا كمان اضمن منين؟ عشان كده ما جيتيش المطار. انا من الاول نصحتك لاني عارف انك بتقسي على نفسك، بتحمليها كتير. لكن من امتى النصيحه بتنفع مع ناس بتحب؟ الو. ايوه يا فندم. لا ممدوح بيه مسافر. مين سيادتك؟ حاضر، لما يرجع هبلغه. مع السلامة. أنا نازل المصنع، لو عوزت أي حاجة اطلبي وأنا سداد. ربنا يخليك لي يا راضي. ازيك يا حبيبتي؟ قولي لي بقى، النتيجه طلعت؟ طلعت الاولى. شاطره يا سوسن. اتفضلي يا حبيبتي. ميرسي. مفيش فايده، في منتهى الذكاء، لكن متعبه، متعبه قوي. يمكن اللي تعبها ذكاء، عايشه بعقل اكبر من سنها. المفروض نعملها بمستوى عقلها مش بمستوى سنها. مفيش فايدة، لو عملتيها على انها كبرت تكتشفي انك بتعاملي طفلة، ولو عملتيها على انها طفلة تتخضي لما تسمعيها بتتكلم وتتصرف زي الكبار. اتفضلي اطلعي يا عزيزة. اندهي سوسن. اطلع انا يا طنط. لا خليك، هي اذا كانت جعانة هتنزل. الغريبة اني لما كنت باجي زمان ما كانتش بترضى تسيبني. ممدوح كان بيستغرب، ومنى الله يرحمها كانت تقول لها، هو انا اللي ولدتك ولا طنط هي؟ المفروض انها دلوقتي تتعلق بيها اكتر. سوسن نامت يا ست هانم. لحقت نامت؟ ما تشغليش نفسك بيها، بعد شوية هتجوع وتطلب الغدا. وممدوح اخباره ايه؟ ممدوح مسافر المانيا. هيرجع امتى؟ بعد كام يوم. قولي لي يا طنط، ممدوح ما فكرش يتجوز تاني؟ لو كان فكر كان قال لي. متاكده؟ انا عمته، جوزته منى يا بنتي، وفضلت برضو عمته مش حماته، وحصل اللي حصل، وفضل برضو ابن اخويا وانا عمته وامه وكل حاجه بالنسبه له. لو كان فكر انه يتجوز كان قال لي. هو قالك انه ناوي يتجوز؟ هيقول لي ازاي ما كانش قالك؟ ما انتوا قرايب وطول عمركوا اصحاب. ممدوح ما قالكيش انه بيعرف واحده وبيخرج معاها؟ ممدوح؟ مستحيل. مين اللي قالك الكلام ده؟ ناس شافوه سهران مع واحده وبيتعشوا سوا. امتى شافوه؟ من 3 ايام. ممدوح مسافر بقاله 5 ايام، ما تصدقيش كلام الناس. اللي قالوا لي الكلام ده ناس من اعز اصحابي، جاي شافوه من اسبوع، لكن الكلام وصلني من 3 ايام. جايز اي راجل ممكن يعرف دي ودي لكن لحد الجواز بيفكر مره واتنين وعشر، خصوصا لو كان متجوز قبل كده ست ولا كل الستات. ممدوح ما انساش بنتي، ومش ممكن ست تانيه تعوضوا عنها.
حبيبتي. حبيبتي الغالية، أنت معي في كل مكان. لم يجرب الحب من قال إن البعيد عن العين بعيد عن القلب. قلت لي يا حبيبتي إن السفر سيمنحني حرية التفكير. حاولت أن أمارس هذه الحرية فوجدتني سجين حبك، وأنا بعيد عنك بفكر فيك أكثر وأكثر، بحبك أكثر وأكثر وأكثر. سأعود بك ولك يوم الأحد 2 سبتمبر. أمان يا أمان. أيوة يا ماما. الله، إيه أنت نازلة ولا إيه؟ بمشيئة الله، مش عايزة حاجة أجيبها لك معايا؟ متشكرة يا ماما. بقولك إيه، ما تأجليها لبكرة الصبح وأنا نازلة على شغل أبقى أوصلك. النهاردة أول الشهر، لازم أروح أدفع إيجار الشقة. حكم صاحب البيت عينه منها، وجايز لو انكسر شهر على شهر يرفع قضية وياخدها لابنه. طب ما ياخدها. أنا مش فاهمة أنت متمسكة بيها ليه؟ أنا اتولدت وعشت على البر التاني. أي نعم الفرق بين الزمالك وإمبابة 5 سقف المعدية أو 5 دقايق في الأوتوبيس مسافة بسيطة، لكن تفرق معايا كتير. ما برتاحش وأحس بالأمان غير في حتتي. ليه بس يا ماما؟ طب إيه اللي مضايقك هنا؟ مفيش يا بنتي، لكن تقولي إيه؟ أمك عاملة زي سمك البرك، لو نقلوه البحر ما يقدرش يعيش في الموج العالي. لو أب مع الموجة مش حتما معناها إنه عالي، جايز معناها إنه مات. ايه يا جمالات، مالك؟ يا خبر، ده انتي سخنه نار. انتي ما كانش لازم تيجي الشغل النهارده. ما كنتش فاكره ان التعب هيزيد عليا كده. يلا يا جمالات، لسه سايد راجل كل مروح هيوصلك في سكته لحد البيت. يلا يا بنتي. لا لا، انا خدت برشام ويمكن اتحسن، وحاضر اكمل الورديه. لا مش هتقدري، روحي انتي وانا هشتغل بدالك. يلا يلا اتكلي على الله. يلا وصلوها يا جماعه. موافق اني اشتغل بدلها؟ انا موافق ومش موافق. ايه بقى موافق ومش موافق؟ تيجي ازاي يعني؟ انا موافق على الروح الحلوه والانسانيه اللي في كلامك، بس مش موافق على قولة اقعد بدالك. يا مؤاخذه بالكلمه، المجامله ما تبقاش على حساب الشغل. طب لو لقيت غلطه يبقى لك الكلام. بقولك يا بنت الناس، خلينا حلوين، انت ليكي شغلك فوق واحنا لينا شغلنا هنا. وهو انا يعني كنت بشتغل ايه قبل ما اطلع الاداره؟ انت ناسي اني ابتديت في الورشه؟ ناسي كمان اني تربيت ايديك؟ لا مش ناسي، والاجمل ان انت اصيله ومش ناسيه. من فتقه دي متاهي يا استرادي. استاذ امين. ايوه. من فضلك خد بالك من المكتب، انا من بعد الغدا هبقى موجوده في الورشه. حاضر. ايه ده بقى، هتاكل لوحدك؟ طول عمري عايش لوحدي. طب مش تقولي اتفضلي. انت عايز عزومه؟ بسم الله. حاطط فيه شطه؟ ده مدروز. يلا. الله، انت اللي عامله؟ لا، الطباخ. هو انت قصته في المصنع وقصته في المطبخ كمان؟ طب اعمل ايه؟ اسالي نفسي بايه بعد ما اخلص شغلي واروح على البيت؟ ده عندي لا ست ولا ولد ولا بنت، اهو اقعد احضر اكلي تاني يوم، وهو يوم بيبعت يوم، والحمد لله على كده. لان عمري ما اكلت بنفس مفتوحه بالشكل ده. انت بتجاملني قوي، ده بس من ذوقك. ممدوح بيها يوصل امتى؟ بكره ان شاء الله. دنياتي الحبيبة، أبعث لك بهذه الرسالة مع صديقة عائد إلى مصر لأضمن وصولها. لن أستطيع الحضور غدا، قد تطول غيبتي أسبوع آخر. أسبوع بحاله. ليه بس كده يا ممدوح؟ ليه؟ علشان ما وحشتنيش. ممدوح حبيبتي، يا روح ممدوح اللي عايش بيها دلوقتي، بس حسيت بالأمان. سافرت وشفت ناس وشفت بلاد، اشتغلت وتفسحت، اتكلمت واتناقشت، كل ده وانت معايا لحظة بلحظة. تهيألي لو حكيت لك على أي حاجة حصلت لي هناك هتقولي لي ما أنا عارفة. أنا عارفة حاجة واحدة بس، إني بحبك. طب ليه الدموع
وانا بودعك. ما هوش تضمي وانت مسافر، كنت خايف اضعف واقول لك اسافر معايا او انت تضعف وتلغي سفرك. حتى بعد ما سافرت برضه حشت دموعي، دلوقتي مش قادره احشهم بعد ما رجعت لي بالسلامه. اصل الناس اللي زي حالتي بيتفعلوا ويتشعبوا. تقصدي ايه زي حالتي؟ يعني الناس اللي نشأوا بيئه شعبيه يخافوا يبكوا من الشوق والحنين على مسافر غالي، ويوم ما يرجع لهم بالسلامه دموعهم بتنزل في عز فرحتهم بعد ما شالوها طول الغياب. بحبك وبحب بيئتك الشعبية وبحب دموعك وبحب ابتسامتك أكتر. الله، أهو ده أحلى فستان جايبهولك بابا. وشوفي كمان الشنطة دي عليه حلوة يا تتا. قمر يا إخواتي قمر. وشوفي كمان الجزمة دي. شفتي بابا بيحبك قد ايه؟ جاب لك فساتين وجزم وشنط، وجاب لي انا فستان واحد. فستان واحد بس؟ بس، وجاب لي نفسه بدلة واحدة بس. بس؟ بس، هو عنده مين اعز منك؟ عشان كده لازم تسمعي كلام بابا وتبقى مطيعة معاه ولطيفة وظريفة. هي يا حبيبتي؟ هي ساعة كام؟ انتي مالك ومال الساعة؟ افهمي اللي بقولك عليه. هي الساعة كام؟ اصله قال انه مش هيتأخر. قلبي بيقولي هشوفك بالفستان الموف. وقلبك ما كدبش. ايه ساكت ليه؟ مش لايق عليا؟ في يوم من الايام هاخدك معايا باريه، وهناك هنزور اللوفر، وقصاد اجمل لوحه هتلاقي عشاق الفن واقفين مبكورين ساكتين زي ما سكت اول ما شفت جمالك. انا كمان يا ممدوح مش لاقي كلام اعبر لك بيه عن احساسي. انا كنت هتجنن عشان ترجع لي بالسلامه. قولي لي فين التليفون؟ ايه بقى هتكلم مين دلوقتي؟ هحجز ترابيزه، اظن لازم نسهر الليله. القمر طالع النهارده والموف جماله بيظهر اكتر في ضوء القمر. انت قمر، انا كفايه اني شفتك واطمنت عليك. وبعدين يا حبيبي انت لسه جاي من السفر، المفروض تخليك معاهم النهارده. بطلي لقمة بقى، انت واثقه متاكده ان كلامك ده هيخليني احبك اكتر ولايح عليكي اكتر واكتر، ان احنا لازم نخرج سوا. طب خلينا هنا احسن، مش كفايه ان احنا الاثنين نكون مع بعض؟ وعلى العموم يا سيدي الجو اللي هناك انا ممكن اعمله لك هنا. هنا لوحدنا بعيد عن الناس. اجمل حاجه في الدنيا ان الانسان يبقى له مكان مفيش فيه غير حبيب قلبه بس، حس فيه بالسعادة والأمان. دي عاملة يعملها ممدوح، الناس ماتوا من الجوع، تالت مرة أقدم لهم أوردفر. أنا مش فاهمة ازاي بقى عارف ان عنده ضيوف معزومين على العشاء ويتاخر بالشكل ده. على فين يا امير؟ هكلم البي جوزي في التليفون اشوفه لسه في العياده ولا نزل. خليه براحته، صاحب البيت نفسه لسه ما جاش. يا راجل الغايب حجته معاه. الله، انت هتدافع عنه؟ ليه لا، مش انا المحامي بتاعه؟ وكمان شاهد اثبات. يا مراتي خلي الليلة تفوت على خير. التليفون مشغول على طول. يبقى براحة، لسه في العيادة، راح هنا ولا راح هنا؟ كل ما اطلبه الاقيه مشغول. يمكن التليفون عطلان. لا، وجايز كمان بحكم العادة الدكتور رفع السماعة افتكر نفسه في البيت. لا يا توفيق بيه، احتاج ساعة
صلاح عمره ما رفع سماعة التليفون في البيت. أي مريض ممكن يتصل بيه في نص الليل أو حتى الفجر، ده لما بيسمع جرس التليفون بيرد وبينزل يروح له. مريض ولا مريضة؟ أنا من يومين كده تعبت فجأة، بعتوا طلبوا الدكتور بتاعي بالتليفون رافع السماعة، طلبوا دكاترة تانيين لقوا السماعة مرفوعة ومحدش بيرد. أنا كنت مستعد أدفع 1000 جنيه للي يرد على التليفون أو يجي يشوفني. أخيرا طلبوا الإسعاف. شيء مش معقول. لو كنت طلبت صلاح كان جالك على طول ومن غير فلوس. لا الواحد في الظروف زي دي لما بيتعب يعني بيتوه عن أقرب الناس إليه. آسف يا جماعة أخرت عليكم. آسف يا مراتي يا حبيبتي، أنت الوحيدة اللي تقدري تعذريني. أكرر آسف يا أمينة هانا. أمال ممدوح راح فين؟ ممدوح لم يظهر بعد. ده كلام؟ راح فين الراجل ده؟ أنا اعتذرت عن زيارتين عشان ما تأخرش أكتر من كده وأخركم على العشاء. إحنا مش هنستناه. اتفضلوا على العشاء. اتفضلي يا أميرة، اتفضلي يا عفاف. اتفضلي. اتفضلي يا توفيقي. لا معلش بقى، أنا هستأذن وهمشي من غير حد يحس. مش معقول. ده ممدوح مش ممكن يتأخر أكتر من كده. لا معلش، المرة الجاية إن شاء الله، بس المرة الجاية دي بقى هكون عندنا. مستحيل تنزل. دي فرصة إنك أنت وممدوح تنهوا الكلام في مشروع الملابس الجاهزة، وفرصة كمان إن المحامي موجود. لا أنا هعمل المشروع ده لوحدي، هو أنا محتاج لشريك؟ طبعا لا، بس إحنا حبايب طول العمر، ليه تبخل على ممدوح بفرصة زي دي؟ إحنا كنا ناويين ناخد حتة أرض ونكبر المصنع، بس ممدوح تحمس لمشروعك أكتر وأنا كمان تحمست أكتر منه. هو ممدوح كان بيلح عليا وأنا وافقت، ودي كانت أول مرة أقبل فيها شريك. مفهوم مفهوم، راجل مالي زيك مش محتاج إن حد يساهم معاه في أي مشروع. الغريب إن أنا بعد ما وافقت رجع اعتذر وقال لي إنه بينسحب. مش ممكن، ليه؟ قال لي إن هو مش جاهز ماديا. إزاي؟ الفلوس اللي كنا هنشتري بها الأرض موجودة معاه، من شالين تحت بند مشروع الملابس الجاهزة. على العموم أنا مش هتفرق معايا، المبلغ اللي معاه ما يشكلش شيء بالنسبة لرأس مال الشركة الجديدة. أيوة مفهوم، بس تفرق معانا كتير، ده مبلغ كبير. أرجوك تستنى يا توفيق بيه، لازم أناقش الموضوع ده معاه في وجودك. لا 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 أرجوك يا أمينة هانم، بلاش تحرجيه وتحرجيني. جايز ما كانش عاوز يقولك الموضوع ده؟ حرجه؟ دي مش فلوسه لوحده يا توفيق بيه. صباح الخير يا بيه. صباح النور. صباح الخير يا تتا. صباح النور يا روح تتا. تعال تعال يا حبيبتي تعال. صباح الخير. صباح النور. ايه رأيك لو تفطري مع تيتا؟ اعملي لها التوست اللي بتحبه، يمكن نفسها تتفتح. من عينيا. حاضر. اسمعي، اذا كان البيه صحي وقولي له يجيني هنا. البيه خرب، ده حتى كان مستعجل قوي كده، كان بيقول لي اجلي الكلام لبكره الصبح. انت بتقولي ايه يا تيتا؟ ولا حاجه يا حبيبتي. انت زعلانه من بابا عشان خرج من غير ما تشوفيه؟ انا كمان ما خصمه. عيب عيب يا سمسم، حد يخاصم بابا؟ لو خرجنا كلنا سوا نتغدى بره تصالحيه. الشيك اهو، المهم انك تلحق البنك قبل ما يقفل، وخد تاكسي عشان ما تتاخرش. حاضر. مالك يا ممدوح؟ انت من اول ما وصلت وانا حاسه انك متوتر وبالك مشغول. تعالى يا سوسو. اهلا اهلا، ايه المفاجآت الحلوه دي؟ اتفضلي سوسو حبيبتي. اعمل ايه علشان اصالحك؟ ازيك يا امين هانا؟ ازيك انت يا امال، انا دايما بوصي ممدوح عليك. ربنا يخليكي لينا يا هانم. عن اذنك خذي سوسن معاكي عشان تفرجيها ازاي بتكتبي على الماكينه. لا مش عايزه اروح معاه.
حيليها وخديها معك، عاوز اتكلم مع ممدوح كلمتين. انا جبت لك كام فستان من بتوعي تحت في العربيه، اما نيجي ماشيين بنزلي معايا عشان تاخديهم. متشكره يا هاني. تعالي حبيبتي. الست الكبيره هنا اتاري المصنع منور، وكمان عروستنا الحلوه، ده احنا نهارنا ابيض النهارده. عمو راضي. تعالي حبيبتي. يلا مع عمو راضي عشان يفرجك على المصنع. تحت امرك يا سان. يلا حبيبتي. يلا توت. اللي دايما بتوصيك عليها هي دي الحقيقه الوحيده اللي ممكن تصدقها النهارده او بكره او حتى بعد سنين. الحقيقه الوحيده اللي تصدقها انك احنا بنحبك. كانت سيرك.